طيب كالعاده هنبدا معاكم اخبار وفقرات صباح الخير يا مصر باهم الاخبار والاحداث والموضوعات اللي حصلت امبارح، ومن اهمها استعراض الحكومه لنشاطها الاسبوعي في انفوجراف. ايضا رئيس اركان القوات المسلحه زار مصابي العمليات الحربيه بالمجمع الطبي للقوات المسلحه في كوبري القبه. كمان اخبار تانية نستعرضها مع حضراتكم بالتفصيل خلال التقرير اللي جاي. مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقرير شمل مجموعة من الإنفوجرافات اللي سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي للمجلس خلال الفترة من 10 ولحد 16 سبتمبر. تضمن الإنفوجراف عدد من القرارات والاجتماعات واللقاءات اللي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس، بالإضافة للأنشطة اللي قام بيها. امبارح نشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة على صفحته الرسمية فيسبوك قيام الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بزيارة عدد من مصابي العمليات الحربية من الضباط وضباط الصف والجنود من أبطال القوات المسلحة واللي بيخضعوا للعلاج حالياً بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة، واللي أصيبوا أثناء أدائهم لمهمهم في التصدي للإرهاب في شمال سيناء للإطمئنان على حالتهم الصحية. واطمأن رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال الزيارة على توفير سبل الرعاية الصحية للمصابين، ووصى بتوفير كل الإمكانيات الطبية والعلاجية الفائقة وسبل الدعم الكامل ليهم بإشراف نخبة من الخبراء والأطباء المتخصصين لمتابعة الحالة الصحية لكافة الأبطال. كمان امبارح نشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة على صفحته إنه في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمستوى التدريب ونقل وتبادل الخبرات العلمية والعملية مع مختلف الدول والثقافات الأجنبية، استضافت أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا فريق التدريب المتنقل البريطاني لعقد دورة تدريبية لعدد من ضباط القوات المسلحة في مجال الدفاع والأمن، واللي استمرت لعدة أيام، واختتمت الدورة بتنفيذ جلسة ختامية لاستعراض ما تم من أنشطة خلال فترة التدريب. أيضاً نشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة لقاء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة باللواء أركان حرب بكر محمد البيومي مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، وده البحث سبل الاستفادة من الخدمات اللي بتقدمها الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة. يعني في الحقيقة أحداث وأخبار كتيرة بتحصل في مصر، والحديث دايماً يا جماعة بيكون عن الأخبار اللي بتهم المواطن، يعني كل اللي بيحصل في أرض الواقع الهدف منه أولاً وأخيراً بنتكلم على مصلحة المواطن المصري وتخفيف العبء أحياناً من على كاهل المواطن المصري، لأن احنا عارفين أكيد في ارتفاع أسعار موجود في الشارع، لكن مش هقول الشارع المصري بس لأن ما فيش حد بعيد عن دايرة التأثير والتأثر تحديداً بما يحدث في العالم من ما بعد جائحة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية. فعلى أي حال هي خطوات وسعي عشان خاطر نحاول إحنا يعني سلوك المكاشفة ده مهم جداً، ثبات في الأسعار إلى حد ما يعني صحيح. وده هو المطلوب تحديداً في الفترة الحالية، اللي إحنا لو قدرنا اللي إحنا نثبت بس ارتفاع الأسعار حتى لما هو وصل إليه، أعتقد ده بحد ذاته نجاح علشان العالم من حوالينا الموضوع مختلف فيه تماما. طيب خلونا نروح نشوف جولة المحافظات لأن برضو فيها مجموعة من الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح في محافظات الجمهورية المختلفة، اللي منها انطلاق مهرجان الرياضة للجميع في محافظة الإسكندرية، وكمان محافظة البحيرة بتستعد لاستقبال معرض دمنهور الخامس للكتاب وتفاصيل استضافة جامعة قناة السويس لملتقى الطلاب المتميزين، وأخبار تانية هنعرفها من خلال التقرير التالي. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار والأحداث، كان أبرزها انطلاق مهرجان الرياضة للجميع في نسخته الثانية على شاطئ إسحاق حلمي بكورنيش سيدي بشر بشرق إسكندرية تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية. وبتستعد محافظة البحيرة لاستقبال الدورة الخامسة لمعرض دمنهور للكتاب خلال الفترة من 19 ولحد 28 سبتمبر، وهتتعمل الدورة الخامسة لمعرض دمنهور للكتاب تحت تنظيم الهيئة العامة للكتاب في مكتبة مصر العامة بدمنهور.
جامعة قناة السويس استضافت ملتقى الطلاب المتميزين في الإسماعيلية في الفترة من 15 ولحد 20 سبتمبر تحت شعار القائد المتميز، بمشاركة 422 طالب وطالبة بيمثلوا 37 جامعة مصرية، وده في إطار التعاون المشترك بين جامعة قناة السويس ومعهد إعداد القادة في حلوان. هتستقبل محافظة الجيزة السنة الدراسية بدخول 33 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة، وأكد اللواء أحمد راشد المحافظ إن الأعمال الإنشائية للمدارس وصلت تكلفتها ل 235.8 مليون جنيه، وهتساهم في توفير 562 فصل دراسي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية. اللواء أشرف الداودي محافظ قنا قال إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية رفاعة التابعة لمركز قوس، ضمت 7 تخصصات طبية مختلفة ونجحت في توقيع الكشف الطبي على 1097 حالة. الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعلن الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات خدمية وتنموية بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي والأبنية التعليمية بمركز ومدينة فقوس بتكلفة 609 مليون و500 ألف جنيه، وإن شهر سبتمبر الحالي هيشهد افتتاح 42 مشروع. تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اختتام فعاليات أسبوع القوافل العلاجية المجانية لخدمة المزارعين في الغربية، واللي انتهى بفحص 27405 حيوان وطائر، وده بمشاركة أطباء معهد بحوث الصحة الحيوانية ومشاركة العديد من الأطباء البيطريين المتخصصين. اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أطلق خلال زيارته الميدانية لواحد سيوة إشارة بدء ضخ المياه من بئر الأمهات العميق مع بدء ضخ المياه لتوفير مياه الشرب لمدينة سيوة وتوابعها.